لحظة غادي يمشي مباشرة وصلوا الأسبوع المميز رفقة الشيف سميرة حصاد. ألو للا سميرة. ألو صباح الخير أختي سنة. صباح النور. لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. مرحبا. الله يبارك فيك لالا سناء، وتحية كبيرة ليك والطاقم والأخت سميحة، وتبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. مرحبا بسلامك، كنشكرك بزاف. ربي يخليك أختي. سمحي لي واحد تحية أختي. إيه على راس العين. سنقدم تحية الصباح، أولا تحية كبيرة لأمي الغالية وصحباتي كلهم، إيمان بيتشو، فرح القرماعي، الشيف هند الديساوي، فردوس ايتي، فتيحة الكنزاري، خديجة العاصمي، وتحية كبيرة كبيرة بزاف الأم ديالي الروحية الشيف سوريا الدقاقي والغالية عيشة السعيدي، ولائحة طويلة اللي انتي تسمح لي. الله يبارك فيك، تحية ليهم كاملين وتبارك الله عليهم وعلى كل ما كيقدموا، الله يعطيهم الصحة دائما في إبداع ودائما في الجديد. الله يخلينا عند حسن ظن المستمعين ديالكم أختي. البارح لسنا في ميسنجر جوني بزاف طلبات على الكنافات، واخا وقالوا لي بلي بغاو كنافه حلوه وكنافه مالحه، دونك انا خدرت واحد جوج الاختيارات على الله يعجبو المستمعين ان شاء الله. اولا نبداو بكنافه مالحه، كناخذوا واحد ربعه ديال الكنافه كنحلوها بالسمنه اللي هي 250، كنخلطوا بعدا واحد السمنه هي 250 غرام ديال الزبده نوازيت، كنديروها حتى كتولي نوازيت، كندوبوها وكنصفيوها، كنعبروها، داكشي اللي بقى لينا كنديروا نصف الكميه ديالو زيت نباتي، واخا كنخلطوها بها باش كنبداو نحلوا الكنافه. بالنسبه للكنافه المالحه هذه اللي غنعطي اليوم، فيها ربعه ديال الكنافه، فيها ربعة ديال الكروفيت رقيق مقطعة بسكين، فيها 150 غرام ديال كفتة الدجاج، شوية ديال السودانية، معلقة كبيرة ديال صوص ديال السمك راه كتباع معروفة، معلقة كبيرة ديال الصوص ديال لي زويتر، جوج معلقة كبار ديال المعدنوس، نص معلقة ديال الثومة غبرة، أربعة المعالق كبار ديال الخضر الجافة راه كتباع هي دايرة مسمدة رقيقة، ثلاثة المعالق كبار ديال الزيت البلدية فين غيطيب هادشي كامل، ومعلقة صغيرة ديال مطيشة الحك، وجوج معالق كبار ديال الطحين ديال الروز تنزيدوهم في الاخر، وثلاثة المعالق كبار ديال الفرماج محكوك، كنديرو الكروزيت مع الكفتة وفي مقيلة كيتقلى مع الزيت البلدية وديك القامة كلها حتى كيتشرب داكشي وكيتبدا تخرج لنا واحد لاصوص خاطرة. في هاد اللحظة كنزيدو جوج هادوك المعلقات ديال الطحين بالروز باش كتولي عندنا كبحال اون بيشاميل، وهي بالطحين بالروز وكتجي لذيذه بزاف وكتجي مغايره. ملي كنحيدو من النار كنزيدو عليها المعدنوس، وكنزيدو عليها الفرماج احمر محكوك ثلاثه المعالق كبار. كنديرو الكنافه ديالنا في واحد لي ساخكل صغيوري اللي كنديرو فيهم لي طاخت عاديين ديال الجديد، كنفرشو واحد شويه الكنافه، كنحطو هاد لافاخ ديالنا اللي كتولي عندنا مجموعه بحال كتولي مجموعه كومين كريم حيت فيها الطحين بالروز، وكنعاودو طبقه ثانيه من الكنافه، كنسدو مزيان بالصبع ديالنا كنوركو عليها، وكندخلوها طيب في الفران على 180 درجه حتى كتحمر. واخا كنخرجوها كنزوقها من الفوق بشويه الفخوماج ولا شي كروفيطا هكا كنقبطوها بالكيغدون، كتجي بحال ان بيتي ساندويتش في ثلاثه ديال الطبقات. فعلا الله يعطيك الصحة، يا سهلة بسيطة وفي نفس الوقت راقية، من المملحات إن شاء الله جديدة اللي بإذن الله نتمنى المستمعات يعني يحضروها في رمضان إن شاء الله على مائدة الفطور إن شاء الله. هي زوينة وسهلة، أنا كنحاول نبسط لي غوسيت كاملين. هي فعلا هي خاص غير الكنافة تكون حاضرة، أما بالنسبة للحشوة يعني تبارك الله في متناول الجميع. وحتى الكنافة اللي بغينا نعوضوها بالورقة البسطيلة نقطعوها رقيقة ندوزوها في الماكينة ديال اللي كندوزو فيها لي طاب، حتى هي كتقضي الغرض. واخا حتى هي كتقضي الغرض، يعني حنا دائما مع الموجود، هادشي اللي كاين دائما مع البدائل والموجود. الله يعطيك الصحة.